مرحبا عماد. هاي شانتال. هاي روبير. شو عنا أخبار؟ اليوم بسبور في عنا خبرين بالفوتبول، في عنا NBA وفورمولا 1. تفضل. منبلش أخبارنا بالفوتبول وتحديدا بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 يلي رح تصير بالبرازيل، حيث عم يتحضر المنتخب الأرجنتيني بالعاصمة بوينوس أيرس قبل مبارتي الفريق أمام منتخبي فنزويلا وبولونيا. الفرصة متاحة أمام منتخب الأرجنتين لتعزيز صدارته لمجموعة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014، فنهار الجمعة رح يقابل منتخب التانجو بالعاصمة الأرجنتينية منتخب فنزويلا قبل ما يعود ويواجه منتخب بوليفيا ب 26 من هيدا الشهر بالمباراة الـ 11 من مجموع 16 مباراة. ففي شهر أكتوبر من عام 2011 أهر منتخب فنزويلا نظيره الأرجنتيني بعد ما تغلب عليه بهدف وحيد ليحقق الفوز الأول على الأرجنتين. وقال مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني غونزالو هيغوين إنه بحال قدم الفريق مستواه المعروف فطبعا رح يحقق فريقه الفوز، وحاليا بيتقاسم هيغوين صدارة الهدافين بسبع أهداف مع زميله بالمنتخب ليونيل ميسي ومهاجم ليفربول لويس سواريز من الأوروغواي بمجموعة أمريكا الجنوبية، وبيتصدر منتخب الأرجنتين بقيادة المدرب أليخاندرو سابيلا الترتيب العام برصيد 20 نقطة من 9 مباريات وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب الإكوادور و4 نقاط عن منتخب كولومبيا، حيث بيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى للنهائيات بالبرازيل من مجموع 9 منتخبات. بالفوتبول أيضا أعلن المهاجم الإنجليزي مايكل أوين اعتزاله اللعب نهائيا مع نهاية الموسم الحالي. أوين يلي بيبلغ 33 سنة من العمر قرر أخيرا التوقف عن اللعب بعد ما أنهكته الإصابات وأصبح عم بيواجه صعوبة بالتمرين مع فريقه الحالي ستوك سيتي يلي قرر تسريحه مع نهاية الموسم. أوين بيملك رصيد دولي كبير بتسجيله 40 هدف من 89 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، حيث يعتبر رابع أفضل هداف بتاريخ المنتخب، وهو كان لمع نجمه مع نادي السابق ليفربول بالتسعينات لينتقل منه لريال مدريد. وبعد عودته من النادي الملكي التحق أوين بنادي نيوكاسل ومنه إلى مانشستر يونايتد ثم أخيرا إلى ستوك سيتي. بالNBA وبقيادة المدرب جيم بويلن استضاف فريق ميلوكي بوكس على أرضه فريق بورتلاند تريل بلايزرز. من بداية اللقاء تبادل الفريقين التقدم ليحسم بالنهاية فريق ميلوكي الربع الأول لمصلحته متقدم بنتيجة 27-23، وببداية الربع الثاني سجل جي جي ريديك ثلاثية زادت من تقدم فريق ميلوكي ب 30 نقطة مقابل 23، وأنهى فريق ميلوكي الشوط الأول وهو متقدم ب 58 نقطة مقابل 31 بعد سلة ثلاثية سجلها براندون جينينغز من مسافة بعيدة. وببداية الربع الثالث سجل ويسلي ماسيوس عدة سلات قلصت من تقدم فريق ميلوكي ل 60 نقطة مقابل 41، إشارة إلى أنه ماسيوس سجل بالأمسية 28 نقطة من ضمن 7 ثلاثيات. ولكن من بعدها وبعد تألق الفرنسي نيكولاس باتوم وبراندون جينينغز زاد فريق ميلوكي من تقدمه لينهي الربع الثالث وهو متقدم ب 77 نقطة مقابل 57. وبالربع الرابع تحسن مستوى فريق بورتلاند تريل بلايزرز، لكن فريق ميلوكي بوكس حافظ على تقدمه وفاز بالأمسية ب 100 نقطتين مقابل 95. بالفورمولا 1 أجرى الفريق التقني لفريق مرسيدس عدة تجارب مكثفة على حلبة سيلفرستون الإنجليزية لتحسين توقيته خلال توقف سيارة السائقين لويس هاملتون ونيكو روزبرغ. فريق مرسيدس عم بيحاول تحسين أدائه هذا الموسم، حيث بيعتبر أنه توقف السيارة بمرآب الفريق الميكانيكي بغاية الأهمية. هاملتون يلي انتقل ببداية الموسم الحالي للفريق الألماني حلب المرتبة الخامسة بميلبورن، وكان مرشح للفوز لولا توقفه 3 مرات بدل من مرتين كما فعل كيمي رايكونين يلي فاز بالسباق. أما روزبرغ فما أنهى السباق بسبب عطل بالسيارة. مشاهدينا هذا كان كل شيء بسبور لهلا، أنا برجع لكم. شكرا عماد. شكرا عماد.